لأنك شخص غير مهم. إن رسالة سفر القضاة هي أن الله يسر بأن يعمل أمورا غير اعتيادية بواسطة أشخاص اعتياديين. تعال معنا في الحلقة القادمة إذ نكتشف كيف أن كل واحد من هؤلاء القضاة كان مجرد شخص اعتيادي غير مهم استخدمه الله ليعمل أمورا غير اعتيادية وخارقة. سوف ندرس سيرة حياة كل من هؤلاء القضاة واحدا بعد الآخر، وحياة هؤلاء سوف تدفعنا لنعرف أن الله يسر باستخدام أشخاص اعتياديين مثلك ومثلي. وفي نهاية وقتنا مع بعض، لو جواك أي تساؤلات تقدر تتواصل معنا من خلال تليفون رقم 00357-99-55-302، وكمان الواتساب والفايبر على نفس الرقم. وممكن تتراسل معنا على صندوق بريد رقم 53379، رقم بريدي 3302 لمصول قبرص. والإيميل بتاعنا هو info@radiosama.net info@radiosama.net. وصفحتنا على الفيسبوك هي radiosama.net. استنونا كل يوم في حلقة جديدة مع برامجنا المختلفة.